السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو نفسك بقى تعملي تحلية سهلة ولذيذة وسريعة التحضير، يبقى لازم نعمل الطاجن الحلو ده، حاجة كده تفتح النفس على الاكل وشكله حلو جدا والطعم كان خطير. يلا بقى معايا داخل الفيديو عشان نعرف احنا عملنا احلى طاجن ده ازاي. خليكي معايا. اول حاجة انا النهاردة مستخدمة ام علي، اللي هي اللي في العلب، اي نوع بقى انت عايزة تجيبيه. انا جبتها النهاردة بالقشطة، ممكن تجيبيها بالمكسرات، بس هي كده كده مش هستعمل القشطة بتاعتها. ابدا بقى افتح العلبه بتاعتي، هي بتبقى عباره عن الكيس ده اللي هو القشطه اللي انت هتجهزيها هتحطيها فوق الوش. انا النهارده هستغنى عن القشطه دي خالص، انا هستخدم بس الكيسه دي. ابدا بقى اجيب الطاجن الامور بتاعي وابدا احط فيه الكميه بحالها، هو طبعا على حسب الطاجن او البرامي اللي انت هتحطي فيه. هو الكيسه دي هتاخد الطاجن كله. بعد كده ابدا انزل عليها باللبن السخن، اهم حاجه يكون اللبن سخن عندي، وفي نفس الوقت انا اول ما ابتدي الوصفه دي ابدا اولع الفرن بتاعي. الفرن سخن، اللبن سخن، وابتدي بقى ايه، زودي عليها السكر على حسب الرغبه، عايزه تحليها عايزه تخليها كده متوسطه التحليه، فكل واحد على حسب راحته ومزاجه. انا هحط على الطاجن الحلو ده يعني 3 معالق كده ونص من السكر، وطبعا كل واحد على حسب رغبته، ممكن تزودي تقللي بمزاجك خالص. ابدا اسيبها كده، لا طبعا ما يرضنيش، هبدا اجيب ايه بقى، شويه من المكسرات، اي نوع مكسرات عندك. انا كان عندي تشكيله سوداني على زبيب على جوز الهند، خلطتهم كده مع بعض، وابدا احط معلقتين جوه الطاجن. ابتدي اقلبي كل الطاجن الحلو الامور ده، وبعد كده التكايه الاخيره هتحطي باكو من الفانيليا فوق الوش كده، بتديها ريحه جميله جدا وفي نفس الوقت بيبقى طعمه خطير. ابتدي بقى دخلي الفرن، اهم حاجه قلتلك الفرن سخن على درجه حراره 150، اول كده ما تلاقيه بكبك معاكي هتبتدي تفتحي الشوايه كده يعني ياخد وش محمر. ابدا اسيبه كده، لا طبعا ما يرضينيش، هبدا احط برده شويه سوداني المكسرات اللي عندك، عندك الخير كله يا رب. انا حطيت شويه سوداني، شويه زبيب، شويه جوز الهند، كان عندي شويه كده ايه فستق كداب انا كنت عاملاه، هبتدي ارش عليه بس حاجات بسيطه كده من فوق. واخر حاجه التزيين، احط واحده كريزايه كده في النص تديها بس ايه تغير من شكلها بس كده. هي دي كانت وصفتنا النهارده، سهله ولذيذه وسريعه التحضير، وكان طعمه خطير جدا والشكل زي ما انتم شايفين. في نهايه الفيديو بقى انا مستنيه تعليقاتكم، مستنيه ان شاء الله لايكات كتير، وان شاء الله ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وحاجه حلوه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.